أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين في محكم كتابه العزيز والذكر الحكيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المسلم يثاب عند الشكر على السراء وعند الصبر على البلاء. المسلم مأجور عند الله تبارك وتعالى إن صبر على ابتلائه وإن شكر على نعمائه جل جلاله. فالمسلم يتقلب بين النعماء وبين البلاء، وفي كلا الحالتين مأجور عند الله عز وجل. سيدنا علي رضي الله عنه قال: إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في نهايته: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سبب النصر وسبب الفرج، واعلم في الحديث أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. نسأل الله عز وجل أن يعطينا أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كان نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون في رمضاء مكة، ويقول لهم صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الصبر قال له النبي عنه النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤه الجنة. الإنسان إذا صبر واحتسب. المؤمن مطلوب منه الصبر. آية ربنا عز وجل في آيات كثيرة في كتابه العظيم قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمر الله عز وجل أهل الإيمان فقال لهم: استعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر يعين الإنسان على هذه الحياة ويعينه على أخراه. الطاعة تريد صبر، وترك المعاصي يريد صبر، وكذلك أوامر الله تبارك وتعالى تريد صبر ومصابرة، وأمر الأهل بالصلاة يريد صبر. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. جعلنا الله وإياكم من الصابرين الشاكرين الذاكرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندما يمر على أصحابه رضي الله عنهم وهم يعذبون يأمرهم بالصبر ويعدهم على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، جنان في الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فالصبر الإيمان نصف صبر ونصف شكر. الإيمان نصف صبر ونصف شكر. فإذا الإنسان اجتهد على تحصيل الصبر اجتهد على تحصيل نصف الإيمان. وكذلك الشكر. سمي شهر رمضان شهر الصبر، قال لأن الصبر نصف الإيمان. فأوصيكم وأوصي نفسي وأوصيكم بالله عز وجل بالصبر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه رجل قال له: أوصني. قال: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما مر عليه شاب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم شباب المسلمين بالصبر. وكذلك إنسان يستعين بالصبر لأن الله تعالى أمر بذلك. والصبر مفتاح كل خير. الصبر عند الشدائد، الصبر عند المصائب، الصبر عند ما يعني يصبح الإنسان في ضيق وشدة وكرب. والصبر كذلك على الطاعة.
والصبر عن المعصية والصبر في كل حال. فالصبر لو الإنسان ذاق مرارته له حلاوة، بعد المرارة تأتي الحلاوة. الله شهد لأيوب عليه الصلاة والسلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فحصل على هذه الشهادة من الله بالصبر. وكان ربنا تبارك وتعالى ذكر ويذكر في القرآن العظيم أنبياءه وأولياءه بأنهم صبروا. فالصبر درجة عالية عند الله عز وجل لا تنال، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذي يتحصل على الصبر ناله حظ من حظوظ الأنبياء، حظ عظيم. جعل الله وإياكم من أصحاب الحظ العظيم، وبارك الله فيكم.